تحية طيبة إلى كل من يشاهدنا ويتابعنا عبر شاشة زاغروس الفضائية، وأهلا وسهلا بكم بتغطية لأمسية نخيل عراقي بحضور الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين للحديث عن خطة نقابة الفنانين بدورتها الجديدة. وحتى نعرف تفاصيل أكثر عن أمسية اليوم خليكم ويانا. حقيقة اليوم الأمس جميلة قامتها مؤسسة نخيل العراقي، كل الشكر والتقدير لهم، والشكر والتقدير لأخي وصديقي الشاعر مجاهد أبو الهيل رئيس المؤسسة. وأمامنا 3 سنوات عمل نقابية، إن شاء الله نفلح في أن نجلب حقوقا للفنانين ونحاول أن نعمل لكل ما هو يصب صالحهم. معوقات كثيرة يعني، خصوصا ضعف التعاون الحكومي حقيقة مع نقابة الفنانين، لكننا نأمل من الحكومة الجديدة تعاونا كاملا، يعني على الرغم من أنه الأخ رئيس الوزراء والأخ رئيس الجمهورية ما قصروا يعني في تقديم الدعم للنقابة، لكننا نريد المزيد. يعني اليوم هو باكورة موسم نخيل 22، ستنطلق هناك يعني مجموعة ندوات وأماسي متنوعة، يعني لا تكون حكرا على الثقافة والإبداع فقط، إنما نحاول أن نسلط الضوء على مواضيع عديدة. ابتكرنا أو ابتدأنا بنقيب الفنانين بدورته الجديدة. النقابة مطالبة أمام الفنانين، هناك أسئلة كثيرة طرحت في هذه الندوة على السيد نقيب الفنانين. كذلك نريد أن نعلن عن موسم نخيل الجديد، نخيل المشروع الثقافي، نريد له أن يمتد بعلو نخيل العراق الشاهق. كذلك نريد للنخبة العراقية أن تلتقي تحت خيمة نخيل أو تحت ظل نخيل عراقي. هذه المؤسسة التي انطلقت لتعزيز الهوية الوطنية الثقافية من أقصى العراق إلى أقصى، هناك سلسلة كتاب تصدر شهريا، هناك أسبوعيا، هناك أمسية منوعة، هناك حراك ثقافي يقوم تحت ظل هذا النخيل العراقي الباسق. هذه الأمسيات هي فضاءات حقيقية يتم من خلالها التعرف على نوع الأزمات اللي تعاني منها أي جهة تقيم أمسيتها في هذا المكان، وخصوصا نقابة الفنانين اليوم. يعني طروحات كثيرة ومعوقات كثيرة تواجه نقابة الفنانين، تحديات كثيرة بالأصح تواجه نقابة الفنانين، لأنها في طور التأسيس، لأنه النقابة يعني من بعد 2003 الأمور كانت سائبة، وطبعا هناك أسباب كثيرة ورئيسية، أولا البلد وظروف البلد والأزمات السياسية وأزمات الحربية وتحديات البلد الكبيرة اللي تعرض لها على مستوى التهديد، قاعدة وداعش وغيرها وقوى إرهابية، فبالتأكيد هذه أخذت مساحة كثيرة من وضع الدولة العراقية، ومن وضع واكلت من جرف المثقف ومن جرف الفنان، الأزمات الصحية، كورونا، غيرها إلى آخره. ما طرح اليوم فيما يخص نقابة الفنانين كان طرح موضوعي، وضع النقاط على الحروف السيد نقيب الفنانين العراقيين دكتور جبار جودي. كان الفرصة للحديث عن هموم النقابة وهموم الفنانين ومدى يعني حجم انتظاراتهم من الدولة كرعاية، من الحكومة كرعاية، وهي شبه معدومة طبعا للأسف. ألم شديد كان واضح في كلام نقيب الفنانين من عدم تجاوب
الوزراء مع عدم تجاوب الجهات الحكومية، رغم تشديد رئيس الوزراء على الوزراء المعنيين بالموضوع لدعم النقابة وتطوير أمورها، لكن كان يشكو من عدم تجاوب تماما، عدم تجاوب كامل من الوزراء. وأنا لا أدري كيف تكون وزارة الثقافة ولا تساعد الفنانين، كيف تكون هناك وزارة داخلية مثلا والنقابة تحتاجها في بعض الأمور ولا تتجاوب معها. حسب ما سمعنا منه أنه 6 أشهر ينتظر لقاء وزير الداخلية ولم يستطع. فبالنهاية البلد إذا لم يكن هناك تعاون بين المؤسسات، وهذا واجب المؤسسات، إذا لم يكن هناك وزراء يسمعون إلى المسؤول الأعلى، كيف ستسير البلد بهذا الوضع؟ الفن اليوم يجب أن يحظى باهتمام. مشاهدين الأكارم، أمسية نخيل عراقي 22 التي أقيمت اليوم تناولوا فيها المعوقات والتحديات التي يتعرض لها الفنان العراقي ونقابة الفنانين العراقيين، آملين بتعاون وتضافر جهود وزارات العراقية مع الحكومة العراقية من أجل تطوير الفن العراقي ودعم نقابة الفنانين العراقيين من أجل أن يكون الفن العراقي شامخا كشموخ نخيل العراق. بالختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، كنت معكم أنا وغيث خالد لبرنامج نسمات زاغروس.